يوسف يلعبها يوسف يسدد جول 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 دولي للثريان جول دولي للثريان كرة فاول من ضربة حرة مباشرة يحطها يوسف في زاوية 90 لحارس المرمى شوف شوف صعبة على كل حارس المرمى يحاول يمرر لثنيان ثنيان بالكعب حلوة حلوة بالكعب تفوت جول جول آه صاد حارس المرمى طيب اقول خاطئ تروح ليوسف ثنيان بدل ما تروح لعيد ولو بتابع الشمراني سابها ثنيان وراوغ راوغ واحد ثاني واحد ثالث وفي الاخير يستكبر عليها هاني كسوري خطا المقابل احيانا نصيبيح كرة حلوة وفي خطورة ببعدها منصور حسين تجاه المرمى حلوة يا سلام يا سلام يا يوسف يوسف الثنيان يشكل الخطورة من أي منطقة من الجناح من الوسط من أي مكان صراعة رينجا حالة دونها وده يوسف الثنيان اليمين بيحاول الإنشاد مراوغ جيد يوسف الثنيان مراوغ جيد ارفعها عرضية وفي المرمى في المرمى هدف في المرمى هدف ماجد الجم ماجد عبد الله هدف الرائع نعم كرة يوسف الثنيان الذهبية استثمرها ماجد برأسه أيضا الذهبية هي الأخرى يوسف الثنيان يحاول يكسبها فعلا يكسبها يوسف الثنيان وسينج يحاول يطيحه لكن يوسف الثنيان بيجري يركض 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 ويسهل ويلعب ويمشي يوسف يوسف شوت المرمى يوسف يا سلام مشي من اكثر من لاعب يوسف وصوب تجاه المرمى وعبر تلقائيا يوسف اقرب لعبها يوسف قدام باتجاه ثنيان بيتلقى تمريرة الرد ويحول وتفرق من الحارس وترجع يا سلام يوسف ثنيان بيهيئها الى زميله يرجع ياخذها مشاري العويران ويحولها مشاري الى مين يا ثنيان يا سلام الشقيقة وكريشنا من نيبال عدى يوسف ثنيان وحول يوسف ثنيان وسدد مشاري العويران شيلها عبادي حيها في مكان سليم الى ثنيان وفي الزاوية البعيدة يسجل يوسف ثنيان من بعيد الهدف الثالث اللي في هذا المسابيح اللي مطلوب منه انه يحول داخل منطقة الجزاء الان وحولها يا سلام يا ثنيان كورة جميلة اقدر اقول عنها انها جميلة وهادئة وهذا واجب الثنيان كرة جاته في مكان سليم مرمى خالي ما عنده أحد ما كان عليه إنه يسأل فقط نفسه يلعبها لحسن جمعان حسن جمعان بيعدي حسن جمعان حاول يعدي يعدي مرة ثانية لاعب يوسف نقلة لاعب ثانية لاعب يوسف نقلة لاعب اليمين وعبد الله صالح وتسديدة وترتطم وترجع وصل ليوسف الثنيان يوسف الثنيان على الجناح المتقدم وحاول يعدي ذو مهارات عالية جدا ولياقة بدنية جيدة وحاول يعدي اللعب وتروح وترجع مره ثانيه ناحيه اليمين لعبد الله صالح نقل الى ثنيان وثنيان يحاول يعكس وتنعكس وكمل وحسن الجمال حسن الجمال كره عكسيه كره عكسيه حلوه زي الفول المعكوس من دقيقه 44 باقي دقيقه واحده بس حسن جمعان صاحب هدفنا الثاني كرة عالية وشرك براسه لاعب مجد عبد الله يحاول عزم مجد عبد الله يعدي بعدي بعد جول جول جول
يلعب امامي ناحية اليمين للثنيان اللي بحاول يموه ويمر يموه يمر يموه فعلا ومر لكن عيق قبل ما يمر. وصل الثنيان مهارات عالية جدا. شوف الظهر معك الشاشة معلش يوسف معلش يوسف لا قوم خلاص قوم خلاص هذا صار سعد مبارك سعد مبارك بيعدي ناحية يوسف الثنيان ناحية يوسف الثنيان لسعد مبارك وسعد مبارك واجه عبد الله واجه لكن انقطع مرة ثانية مشارك وبيوصل المرمى وعاش محله تلعب للسميان من الهرافي الهرافي لعب للسميان ويشترك وماشي السميان براوس ماشي السميان براوس ويعكسها بالعرض ويعكسها بالعرض يروح للتخافي يطلع بصدره لحد السميان يلوم السنان عبد السميان يلوم السنان عبد بكعبه للتخافي يمر التخافي ويعكسها عرض عيد الجمعان هذا المرمى في القائم بلوم شارع السميان يوسف بلوم وصوف جاء المرمى وهدف الله أكبر الله يوسف السنيان في الزاوية البعيدة سجل يوسف السنيان هدف التعادل ده يوسف وده حمود في الرابع وحطه على يسار الشمري ما قال يا الشمري أي حاجة شمر الشمري ولكن يوسف السويد يوسف السنيان حطه في الزاوية البعيدة ده يوسف السنيان أتلعبت له بحلوة من محمد السويد وحطه يلا يا أولاد